السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. زي ما انتم شايفين النهاردة انا في احد المصانع العملاقة اللي بتعمل خطوط انتاج المصاصة او اللي هو اللولي بوب او بتعمل الهارد كاندي اللي هي الحلوى الصلبة او حتى كمان الحلوى اللي احنا بنسميها التوفي او الحلوى اللي هي اللينة اللي هي خاصة بالاطفال. كمان بتعمل ماكينات التغليف بتاعة الحلويات دي كلها، بتعمل كمان الماكينات بتاعة تغليف الشوكولاتة اللي هي بتاعة من الالومنيوم فويل بمعظم اشكالها، وكمان بتعمل خطوط انتاج اللي هو اللبان او الجام، وكمان بتعمل ماكينات تعبئة الحلويات دي بمختلف اشكالها وانواعها. ان شاء الله مهتم بمجال تصنيع الحلويات او خطوط انتاج الحلويات، ان شاء الله يتابعنا في الحلقة دي وان شاء الله الحلقة دي تكون مفيدة ليه. دلوقتي هنتكلم مع بعض على المراحل بتاعة طبخ المصاصة او الهارد كاندي او معظم الحلويات بشكل عام بتتم عن طريق المراحل دي. المراحل اللي هنشرحها دلوقتي هي المراحل الفول اوتوماتيك، يعني اللي ما بتدخلش فيها العامل بشكل كبير، والماكينات هي اللي بتعمل العمليات بتاعة الطبخ اوتوماتيك. اول حاجة هنا هو المكان اللي بيتم خلط السكر مع المية فيه، دون خلاط السكر مع المية. بعد كده بننتقل لمرحلة الطبخ بدرجة حرارة عالية جدا، وهنا بيستخدموا البخار. بعد عملية الطبخ بيتحول السكر والمية الى عجينة سكر طبعا، او بتتحول الى حلوى، ولكن حلوى مرنة. بتخش مباشرة على النقطة دي او على المرحلة دي، وهي مرحلة التبريد. تبريد العجينة اللي طلعت دي على سير التبريد اوتوماتيك. وبعد كده بتخش على مرحلة اللف، لو هنضيف لبان او حشو داخل الحلويات او المصاصة بيتم اضافة الحشو قبل مرحلة اللف. بعد مرحلة اللف بتتحول الحلوى على شكل حبل او خط طويل. بعد كده بيتم مسألة التشكيل سواء للولي بوب المصاصة او سواء على الشكل الهارد كاندي اللي هو البونبوني زي ما هنشوف مع بعض. لو بنتكلم على الخط النص اوتوماتيك، اول مرحلة هنا ثابتة معانا، ولكن النقطة دي او الجزئية الطبخ الاوتوماتيك دي بيتم تغييرها بمراحل طهي او طبخ نصف آلية او بشكل بدائي شوية، مش بنستخدم الطباخ الاوتوماتيك ده. وبعد كده حتى سير التبريد بيتم التبريد على طاولة، والعمال هم اللي بيبدأوا ان هم يعملوا عملية تقليب للعجينة لحد لما تبرد تماما. بعد كده بتتشال يدويا وبتتحط على الرولر. ده كله بيتم بشكل تقريبا نص اوتوماتيك او بشكل كبير مانيوال. طبعا اللي قدامنا ده مباشرة هو الرولر او الالة اللي بتعمل على لف العجينة بتاعت المصاصة او بتاعت البونبوني، سواء اللي هو اللولي بوب او الهارد كاندي. تطلع العجينة هنا من الرولر او من الالة اللي هي بتلف العجينة نفسها. بعد كده بتمشي هنا، تبدأ تتحكم انت من خلال الادوات دي في حجم الروب او حجم الخيط اللي طالع او حجم الخط اللي طالع هنا، لحد لما يروح الى آلة التشكيل. آلة التشكيل هنا حاليا هتبقى المصاصة او اللولي بوب. ممكن نغير الماكينة دي خالص ونحط ماكينة الهارد كاندي او البونبوني. يبقى احنا اذا عندنا النقطتين دول او القطعتين دول ثابتين معانا، سواء بنعمل مصاصة اللي هي اللولي بوب او بنعمل البونبوني اللي هو الهارد كاندي. الجزئين دول او المرحلتين دول هما مرحلتين ثابتين. اللي ممكن يتغير هو ماكينة التشكيل او الفورمينج ماشين، ممكن نغيرها بدل ما تبقى مصاصة او لولي بوب تبقى هارد كاندي او اللي هو البونبوني. طبعا بالنسبة لآلة التشكيل هنا او الفورمينج ماشين بتاعة المصاصة ممكن توصل لحد 870 قطعة في الدقيقة، لو طبعا المصاصة او اللولي بوب القطعة صغيرة الحجم بتاعها صغير. السرعة بتوصل لحد 870 قطعة في الدقيقة، لكن متوسط السرعة 600 قطعة، لو بنحكي عن الحجم الوسط 600 قطعة في الدقيقة. لو بنتكلم على الهارد كاندي او البونبوني، بعض الماكينات هنا في المصنع سرعتها بتوصل ل 3000 قطعة في الدقيقة، وده طبعا معدل سرعة عالي جدا. المصنع هنا طبعا عنده الماكينات دي، يبقى اذا ممكن نشكل المصاصة او اللولي بوب، وممكن كمان نشكل الهارد كاندي او البونبوني. يبقى هنستخدم زي ما قلنا الوحدتين دول ثابتين معانا، بعد كده آلة التشكيل، بعد كده آلة التعبئة
التعبئه اكتر من شكل. طبعا بالنسبه للسعه الانتاجيه الخطوط هنا بتاعت المصاصه او البونبوني بتوصل لحد 500 كيلو جرام في الساعه كمعدل انتاج، انت تقدر تنتج 500 كيلو جرام في الساعه.